رئيس الأركان في رحاب المنطقة العسكرية الخامسة، زيارة هي الأولى من نوعها للواء الركن محمد المقدشي لهذه المنطقة التي تنفذ عمليات عسكرية مؤثرة في واحدة من أهم الجبهات العسكرية في معركة استرداد الدولة. سيذكر التاريخ لكم وسيخلد إنما تقومون بهم القتال العنصريين والعقائديين الذين جاءوا من خلف الحدود ودعم إيراني فارسي، لذلك فأنتم إن شاء الله سيتحقق النصر على أيديكم على أيدي رجال أوفياء منكم. زيارة رئيس الأركان جاءت في وقت تتهيأ فيه ألوية المنطقة العسكرية الخامسة لخوض معركة كرين جديدة، يرى المراقبون في توقيتها تزامنا لافتا مع تقدم قوات الجيش في جبهة الجنوب الغربي نحو المخا وصولا إلى تحرير كامل الساحل الغربي التهامي. أعتقد أن هذه الزيارة ستشكل نقلة نوعية في سير المعارك العملياتية في هذه المنطقة، وأعتقد أن زيارة الأخ رئيس هيئة الأركان سترفع معنويات الجنود ومن ثم ستتغير كل الأساليب التكتيكية في المنطقة، وأعتقد أن زيارة الأخ الاستعدادات العالية لدى مقاتلي المنطقة العسكرية الخامسة بحاجة إلى مؤازرة حقيقية وتقديم المزيد من الدعم اللوجستي للتغلب على العوائق التي تعد الألغام أبرزها، إذ ليس من السهل على الميليشيا الإنقلابية التخلي أو التراجع عن مواقع لا تبتعد كثيرا عن الحدود الدولية مع المملكة، لكن انتظام المرتبات وسلاسة تسليمها هما العاملان الأبرزان في حفز معنويات المقاتلين الذين نذروا حياتهم لنصرة الشرعية واستعادة الدولة وحماية المشروع الجمهوري.